ابدا السد المنيع في هذه الكره اللي يبدو فيها سواريز اللي عمل كره حلوه قوي في اتجاه ميسي. التسديده ترتطم في كايان جيرونا، انطلاقه هنا ومحاوله من الجانب اللي بيشغلها ومن سرابيا يعمل كره بالعرض لكن ميسي، لكن ترجع كره الى بوسكيتس. بدايه الهجمه دائما وابدا بنراها لدى برشلونه لكن بتتاخر وتمريره تطلع الى خارج الملعب. حلو قوي من لويس سواريز اللي عدى ومرر وسلم ميسي عايز يديله مره ثانيه لكن طويل. ادي 2-1 في الدور الاول وادي امامنا بالتابع الدور الاول هذا الموسم 4-2 كان 6-1 في لقاء العوده. كره عاليه على طول امامنا فيدال غطى حلو قوي فيدال في ملعب رامون سانشيز بث اخوان امامنا ابعاد رائع من جاي ومحاوله المرور سرابيا الخطير ادي بين يدر يرقص ويلم حلوه لكن هنا التدخل في اللقطه الماضيه من جانب ومتيتي ادي وانطلاقه حلوه قوي من يدر يقدر وادي استلام نافاس والهدف الاول هنا من جانب نافاس هجمه سريعه والكره اللي نجح ذكاء بابلو ماتشين انه يضع اصحاب السرعات في مباراه اليوم يستغل اندفاع قلبه هجوميا يستغل قد لن يستمر كثيرا. اخر هدف ليه في الليجا كان في مرمى فريق ليجاناس وراسيه من فيدال ولكن يتعلق فيتشليك امامنا تشيكي في اللقطه الماضيه متعه واي متعه لان ايفان راكيتيتش امامنا هنا في ملعب عارفه كثيرا ودي اللمسه اوعى ميسي يجي لك ميسي ادي امامنا هنا يظهر في هذه اللقطه ميسي في مرمى يعرفه بشكل رائع واي هدف واي متعه واي روعه عندما ياتي ميسي بمثل هذه الاهداف اعرف ان اليوم هو يوم البرصة. ميسي التعادل ياتي في الدقيقه 26 يكون من هذا النجم الكبير اي متعه تكون من ميسي ولكن هناك لاعب السابق لاشبيليا ومدافع البرصة الحالي كرات العاليه امامنا ادي الراسيه لاقه وادي تحاول راس حربه ولم وعدى واولى وثانيه من جانب بيكي مع ده شيء نفس من تمرير بين يدر واللي اصبح 1-1 بعد ما سجل ميسي اللي ضاغط ادي استلام على طول من جانب ميسي البحث على هدف ثاني راسيه ولكن كره اومتيتي هذه النزعه يملك النزعه في الضربات الراسيه ادي امامنا تدخل وميسي وفاول لصالح امامنا هو لويس سواريز الحكم امامنا ادى ايه حكم اللقاء امامنا اهو مدي فاول لصالح لويس مره ثانيه ايفر بانيجا لبروبس معموله حلوه قوي على رجله الشمال يا ولد عايز يحطها في الضيقه اي روعه اي متعه بانيجا الارجنتيني يا دور هنا من جانب بروبس تغيير اتجاه مناوره ومراوغه والعرضيه لكن التغطيه الدفاعيه مباراه اخيره برشلونه فاز في 9 ادي بين يد عدى والمسك على الكيف في اللقطه الماضيه هناك فاول تلقى هنا من اللاعب ماركو روج تمريره سرابيا على واسع لحق الكوره ولم وعدى ويفكر يلعب على البعيده يا ولد لكن الى خارج قدم حتى الان اداء مميز جدا سرابيا ويحاول يلحق ويلحقها وميركادو مش ممكن في هذه اللقطه دفاع البارسا في خبر كان والخبر ياتي هنا ويسجل ميركادو الهدف الثاني في اللقاء اي متعه اي روعه لم يتوقعها الكل وقف خلاص قال لك سرابيا لن يلحق بالكره ولكن هذه المره جابرييل ميركادو هو هدف جميل في الدقيقه 22 وادي الكره الملعوبه المطالبه بلمسه يد على قلبه التسديده القويه المره دي من جانب ميركادو ولكن الكره الى خارج اللقاء الفريقين في الدور الاول 4-2 في الكامب نو ايضا كان بينهم سوبر ال 26 هدف يصل الى 34 هدف في اجمالي اللقاءات طبعا مع نادي برشلونه في مرمى اشبيليا نتيجه وتحسين الصوره ومحو صوره الشوط الاول ادي امامنا انطلاقه هنا من جانب عثمان ديمبلي الذي غاب بعد اصابته امام ليجا بس وادي امامنا انطلاقه هنا ومحاوله وادي هدف التعادل يضيعه ديمبلي الكره من سواريز وسقوط هنا لعثمان ديمبلي في ماتيو لاهوزو كان طرد راكيتيتش بانذارين وادي التمريره وكان خسر اخيره ضايعه من ديمبلي انطلاقه هنا من جانب سرابيا الضغط من جانب اشبيليا سرعه اللي يتحول الادوار الهجوميه في الطرف الشمال امامنا هنا في غياب اسكوديرو على طول تغطيه سيرجي روبرتو في الجنب اليمين يرجع على طول راكيتيتش يفكر في التسديد لكن كره فرانكو فاسكيز بديلا سلام من جانب ميسي راوغ ميسي سدد ميسي يبحث عن التعادل ولكن كره تفقد قوتها وتصل سهله في ايد الحارس اللي يعني البعض كان ينتظره هو اللاعب اندري سيلفا ادي الكرات العاليه ادي التغطيه نادي برشلونه محاوله سواريز عدى وفات وانطلق سواريز لكن سيمون كاير وركنيه هنا دون المساس ودون الحصول على ركله جزاء ادي سواريز
وحكم اللقاء لعبة حلوة قوي اللاعب عثمان ديمبلي إلى لويس سواريز يلعب العرضية الخطيرة ولكن كانت اضطراريا بعد إصابته ودخول اللاعب البديل أمادو من مأزق الخسارة هنا في ملعب اللقاء. ودي أمامنا الكرات العالية في دكة البطلاء كرات العالية أمامنا كرة ترجع ميسي حدود منطقة الجزاء فكر في المرور ولكن أصبح في الطرف الشمال وادي انطلاقة وادي الاستلام سيرجيو روبرتو سواريز أصبح ظهير أيسر أو لاعب وسط أيسر بأدوار دفاعية وادي كرة العرضية اللي في المرمى إبراهيم حط جسمه وديمبلي عدى ديمبلي فات وديمبلي يعمل عرضية قوية سريعة أيضا سيرجيو جوميز ثم عودة فيبر وإصابة فيبر ولكن ميسي في طريقه للتعادل الطريق إلى التعادل هنا في هذه اللقطة ميسي يسجل الهدف رقم 35 في مرمى إشبيلية وهدفه رقم 27 في 25 مباراة هدف التعادل في الدقيقة 67 ميسي في هذه الكرة وفي هذه اللقطة مر بالقدم الشمال فرانكو فاسكيز يمر الكرة حلوة قوي النباس طويلة طويلة الكرة على نباس والحكم بجواره لكن اللعب مستمر يلم أمامنا ميسي يبحث عن زاوية التسديد وفي البعيدة يا ولد ميسي في كوم ولعبت الكرة كلها في كوم تاني بص أمامنا اللمسة والإبداع سجل هدف باقتدار وروح صرابية في إعادة الكرة ثم هدف ميسي منذ لحظات وادي نباس عودة مرة تانية من جانب إشبيليا للتنظيم والأداء الهجومي ولكن أمتيتي طالمان من ديمبلي يلف كرة حلوة كرة ترتد الثالث ولكن المرة دي توماس فاتشليك يشيل كرة ميسي كرة من ميسي كانت في الدقيقة 72 كان ممكن تكون كرة لاعب ديمبلي يلف كرة عرضية خطيرة ده بس يبعدها وميسي على الطاير وأمامنا لزوة إنذار كان للاعب طبعا كاير والإنذار الوحيد كرة سواريز في الدقيقة 64 وأيضا كرة من ميسي كانت في الدقيقة 78 روكي ميزا بديلا وأيضا إبراهيم أمادو دخل بديلا في مباراة الفوز بلقب الليجا هذا الموسم ألينيا وادي أمامنا ميسي الهاتريك خلاص هي الكرة حباها هي الكرة تحب اللي يحبها ويأتي هنا ميسي بالهاتريك ويأتي في هذه اللقطة بإبداع وأي إبداع كرة ألينيا الكرة إيه وقفت عشان ميسي يضع الهاتريك في هذه المباراة نقاط بارسا يرتفع 57 نقطة وادي أمامنا فرصة سواريز هو ده الأهم عودة الثقة عودة سواريز للتسجيل بعدما صام عن التسجيل في 5 لقاءات سابقة القسوة وأي قسوة في كرة القدم وسواريز يسجل هنا في لحظات الغد